شوف اليوم شفت اللقاء النهائي ما بين النجم والترجي الرياضي التونسي. في بالي النهائي ما بين الترجي ونادي الصفاقسي، كان نحب نحكيو كوره سنة. النهائي حقه نتاع البطوله كان ما بين الترجي ونادي الصفاقسي. تعرف فما برشا ظروف خلتنا باش ما نكونوش من المراهنين على البطوله، لكن الشيء هذا مش باش يتواصل ان شاء الله. الفريق هيك شفت اليوم بعد 3 سنين الحمد لله ديما الفريق مازال منزل بدون هزيمه في ملعب الطيب الميري، وهذا يدل على قوه شخصيه الفريق قدام جماهيره، يستمد قوته من جماهيره، وهذه حاجه تحسب للفريق. وان شاء الله القادم باش يكون افضل. توا ما عندنا حتى عذر، عندنا بطوله افريقيه، عندنا موسم تسعينيه، يلزم الفريق يكون جاهز على جميع الاصعده. ان شاء الله يكون تايمينغ باهي فيما يخص يعني التحوير، فيما يخص الاطار الفني. هاك شفتوا اليوم احسن بدايه للاطار الفني، انتصار، يحضر فريقه، وان شاء الله نهار الثلاث باش يكون ينتظر فينا لقاء صعب ومهم للغايه لبقيه المشوار. ان شاء الله كما عودنا فريق الجماهير نتاعنا، ان شاء الله انتصار من العاصمه ياكد صحه الفريق نتاعنا، ونكونوا عملنا خطوه عملاقه نحو التاهل الربع النهائي من البطوله الافريقيه. صحيح، معنا ماشي المرتبة اللي ننتظروها مع الجمهور والملاعبية الكل والمعت الابيض الكل، فهمت؟ كنا نجمو نعملو مخير، فما برشا ظروف ما ساعدتناش. ان شاء الله جاي خير، ان شاء الله مازال عندنا الكاف، ان شاء الله نعملو ماتشات باهين جايين، وان شاء الله نمشيو بعيد للكاف. كما قلت لك معناتها اطار فني جديد، فما جو اخر، فما امبيونس، فما موتيفاسيون. ان شاء الله الماتش هذا نحضروا به الماتشات الجايين، وان شاء الله ان شاء الله ربي معنا. بتبيع معناتها المدرب والخصوصيات نتاعو، معناتها فما برشا حاجات جد قاعدين تتبدل بشوي بشوي. ان شاء الله نحن معناتها نكونوا معناتها نسمعوا الكلام، وفما برشا حاجات معناتها كل مدرب والخصوصيات نتاعو كما قلت لك. ان شاء الله الجاي خير وكو. بون جو سوي ساتيسفي، اون ا في لو 3 بوين. Et on a changé quelque chose, surtout au niveau de l'organisation. On a commandé tous les matchs. Si le match aujourd'hui finit 4-5-0 pour nous, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. On a créé des opportunités, on a joué bien, mais surtout je suis content parce qu'on a gardé pendant tous les matchs la bonne organisation. C'est vrai, c'est le championnat. Match préparatif, c'est le CAF. الحمد لله معناها كملنا ماتش معناها كملنا سيزون فيكتوار. صحيح مش سيزون معناها كيما تمنيناها، مي توا حطينا تخمامنا الكل في الكاف. ان شاء الله ربي يوفقنا باذن الله. ان شاء الله والله ما كل واحد معناها كل واحد وفلسفته. صحيح معناها عاد لازم نتمشاو معاه المدرب، ان شاء الله تكون خدمه بها، والمهم اللي في مصلحه الفريق هذاك كله لازم نعملوه ان شاء الله. والله بور لو مومون ما عندناش برشا معاه، ان شاء الله فهم بوادر باهيين، ان شاء الله نحسنوا نطوروا في المردود نتاعنا، وان شاء الله المهم كما قلت لك معناها اهم حاجه للنادي نتاعنا هو ان شاء الله يقدم القدام، وان شاء الله ربي يوفقنا باذن الله. والله شوف الحمد لله، يعني ذولي خرجنا بانتصار هدفين مقابل صفر. اوكي يعني الشوط الاول ما كناش في احسن حالاتنا، خرجنا يعني دخلنا الفيسير مربحيننا زيرو. تعرف اول مباراه بعد 5 ايام فما صعوبات. لو بلوز امبورطون ما بين الشوط الاول والشوط الثاني يعني الاورغانيزاسيون، لو بلوز امبورطون اللي حكينا عليها احنا في الـ قبل المباراه اهم حاجه، والحمد لله نجحنا فيها. التونجو اوكي نقول انا الحمد لله ديزيام ميتون كنا خير، بعد 30 دقيقه لعب كنا خير، وكنا حتى لي موفمون تاع جواريت كانوا خير. فما برشا خدمه تستنينا سي سيو، هذا لازم وكم ريتو انتوما. نقولوا احنا الملعبيه خرجوا ماك ستريس نتاعهم الديزيام ميتون. انتصار مهم مع ستاف تكنيك جديد، مع فكره جديده. ان شاء الله ربي معنا.